بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول كل انسان مهما كان شكله جبار، مهما كان شكله قوي جدا، جواه انسان عايز حد يطبطب عليه، عايز حد يحبه، عايز حد يتكلم معاه. يا جماعه دور دايما، عايز تنجح في الحياه، كل ما تيجي تتعامل مع مدير، كل ما تيجي تتعامل مع اي حد كبير في حياتك، اي حد، دور على الانسان اللي جواه، لان كل واحد منا جواه انسان محتاج حد يحبه. قصه النهارده بتحكي ان الملكه فيكتوريا ملكه بريطانيا، وهي الحقيقه ما كانتش ملكه بريطانيا بس، هي كانت ملكه بريطانيا، وهي اللي في عهدها توسعت بريطانيا وبقى في بقى دول كتير، الامبراطوريه البريطانيه، وكانت الهند احد الدول اللي تحت الامبراطوريه، فهي كانت ملكه انجلترا وملكه الهند كمان، وكانت شخصيه قويه جدا، شخصية الكل بيخاف منها وبيهابها من نظرة عينها لصوتها لكلامها لإرادتها. لكن الملكة فيكتوريا القوية دي محدش كان لامس ان هي في الاخر جواها انسانة. الملكة فيكتوريا في اخر عمرها بدأ يجيلها اكتئاب حاد، بتمارس كل سلطاتها، بتطلع قدام الناس، لكن هي من جوه بقت ما بتتعاملش مع الناس بسهولة، بقت بتقعد لوحدها فترات طويلة، بتضحكش خالص، منغلقة على نفسها جدا. في الوقت دون كانت الهند عايزة تبعت هدية للملكة في انجلترا، فجهزوا كده مجموعة أحجار كريمة قوية جدا وحطوها في هدية، وبعتوها مع شاب هندي شكله كده لطيف علشان يروح يسلم للملكة الهدية دي. فالشاب خد الهدية ووصل لغاية هناك. طبعا الناس بتوع البروتوكولات بقى اللي هم عند الملكة قعدوا يديله بقى السكرتارية بتاعتها قوانين صارمة، ممنوع تتكلم مع الملكة، ممنوع ترفع عينك تبص للملكة أو تبتسم أو تتكلم أو تسلم، مجرد تسلم الهدية وانت موطي راسك، ما ترفعش راسك في الملكة، وترجع بظهرك 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 وتقوم طالع وماشي. الراجل قال لهم حاضر، بس هو مش شايف ان دي طريقة انسانية يعني، بس المهم يعني دخل وصل قدام الملكة موطي خالص، سلم الهدية من غير ما يبص للملكة، وهو راجع الفضول اللي جواه عايز يشوفها يعني، فقام رافع عينه لقاها بتبص له، فبصلها وابتسم ابتسامة الابن للأم لأنه هو صغير وهي ست كبيرة، ونسي بقى البروتوكولات وإن دي الملكة، وابتسامة فيها حنان، في ست كبيرة وست، فبصلها وقام راجع بظهره. طبعا طلع بهدلوه، وانت ازاي ترفع راسك خلاص هيسافر بقى ويرجع الهند، خلص المهمة بتاعته. فوجئوا ان الملكة بتقول دخلوه عليا تاني بكرة، انا عايز اقابله. فدخل تاني يوم يقابلها، فقالت له انت ليه رفعت راسك ونظرت، انت المفروض ما تعملش كده. فقال لها انت حسيت ان انت في الاخر ممكن تكوني زي امي كده بالبساطه دي. بدات الست تحس ان في حد بيتكلم معاها كانسانه، فبدات تقول له احكيني عن الهند، فبدا يتمشى معاها، فبدات تقول لهم طبعا السكرتاريه هيموتوا، فبدات تقول له تعالى اخرج معايا بره القصر وسندني وابدا احكي لي عن الهند. وبعد شويه بدا يقول لها انت كمان ملكه الهند، المفروض تتعلمي اردو، انت ما بتعرفيش تتكلمي غير انجليزي. فبدات تقول له اديني دروس في الاردو، فبدا يديها دروس في الاردو، وبعدين بدات تتكلم معاه، فبدات تلاقيه بيكلمها في حاجات كتيره، وبعدين بعد شويه بدا يكلمها عن ازاي ان الحياه فيها حاجات جميله غير ان انت بس تقعدي في القصر بتاعك وتدي أوامر، اتمتعي بالحياة، اخرجي شوفي الجناين. فبدأت تقول له طب تخرجني، فبدأت كأنها ست كبيرة محتاجة، ونسيت ان هي الملكة. طبعا السكرتارية هيموتوا، وبدأ يبعت يوجهها صور من الهند، وبدأ يحكي لها ويحكي لها ويحكي لها، وبقت بتقضي كل يوم أوقات طويلة معاه. لكن في الحقيقة الملكة فيكتوريا وهي بتموت طلبت انه يبقى جنبها، وعاش معاها الفترة دي كلها. ماتت الملكة فيكتوريا، ورجع الراجل للهند، والراجل دون المفاجأة إنه كان مسلم، وهو اللي حكى القصة دي، والسكرتارية حكوها واتعمل عليها فيلم. القصة كلها عايزة تقول ابحث عن الإنسان في كل واحد جواك، مهما كان باين إنه هو كبير وضخم وقوي ومكشر وعصبي أو جبار أو عنيف، كل إنسان في الآخر جواه إنسان، دور عليه هتوجد بسمة أمل بينك وبينه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.